معكم فرقة مرور طنجة من مدينة طنجة. جينا اليوم لواحد الزيارة لمدينة العرائش، المدينة اللي كانت المدينة ديالنا في واحد الوقت، واحد من هنا واحد 75، وكنا خرجنا من المدينة، واليوم رجعنا حيينا واحد الحفل مع الأطفال ديال مدينة العرائش. وصراحة الله حنا مسرورين بزاف بزاف، ما كرهناش دائما يكون هاد المبادرة بحال هيدا مع الأطفال وهاديك. وشكرا للقناة وشكرا للأخ اللي جا كيدعمنا. نعم، وهاد الجولة لمدينة العرائش كتجي بعد جولات قمتوا بها لتركيا يعني ومجموعة ديال المناطق في المغرب. نعم أستاذ، يعني كيفاش هو البرنامج ديال الفرقة يعني هاد السنة؟ بالنسبة لهاد الشيء هذا فكرنا بحال اللي كنا في تركيا مؤخرا، كنا ممثلين المغرب في سيرك إسطنبول مع الأطفال ديالي يعقوب وسلمان كما كتعرفوا. اليوم جينا عملنا داك الشيء اللي كان مبغيناش يتحرموا منه ولاد مدينتي ولاد العرايش وجامسي. ودابا حاليا عندنا واحد الجوله مع واحد البرنامج ديال الشباب والرياضه، كاين واحد البرنامج دايره الشباب والرياضه في مدينه طنجه، كيقولوا له برنامج ولاد التشارك، كيبغيو يوصلوا شي المواهب لولاد التشارك ويكتشفوا الطاقه اللي كاين في الاطفال ديال الخراسان. نعم، وكيفاش كانت التقييم ديالك للجوله اللي قمتوا بها في تركيا؟ الجوله ديالي اللي كانت التقييم ديالي اللي اول تنقلت داكشي اللي كان في تركيا، بالنسبه كان سيرك اسطنبول، اليوم اصبح عندنا سيرك سيرك هيركوليس طنجي. اليوم جيت ديك البروجي هذا وان شاء الله غنكونوا ندوروا به الشمال كامل وفي القرص وداخل المدن ان شاء الله. اللي ما ليكم شي نهار يكون ديك السيرك يتنقل يجي هنا ان شاء الله بالسبيكتاكل اللي كنا دايرين به في تركيا. نعم، بالاضافه الى ذلك تقوم يعني جمعيه ولاد طنجه بالتعريف بهذه الرياضه هذه وبالاخص لقاءات يعني التلفزيونيه اذاعات يعني والتلفزه. نعم، المغربيه. نعم، شنو يمكن تقول على البرنامج ديال اللي عندكم يعني فيما يخص برامج التنشيط؟ بالنسبه للبرنامج التنشيط ولاد التشار، نعم، هذا تقريبا مطابق مع البرنامج دي ارتست اللي كنا شاركنا فيه في القناه الثانيه، ولا برنامج عرب قطان اللي كنا شاركنا ما حلفناش الحظ باش دوزنا للنهائيات ولا ما تاهلناش، كنا دوزنا في البريم الاول كنا خرجنا منه، فهمت؟ وان شاء الله ما كرهناش هذا الشيء هذا استاذ، نقلوه للمناطق ديالنا. نعم، اخص بالنسبه للعالم القاروي اللي كيفتقر اللي هو المنبع ديال هذه الرياضه هذه بطبيعه الحال، وبالاخص انه كيفتقر لهذا اللي يعتبر موروث ثقافي ورياضي ديال نعم. ديال بالنسبه للكره انا كان عندي واحد راسل نادي كنعلم فيه اولاد المنطقه، كنشوف انا اللي كيتفوقوا بزاف. كتشوف بان هذا ولاد الشهر هذا يعني هو داخل في هذا الشيء هذا التعريف هذا الموروث هذا بالنسبه. نعم نعم، جميع المواهب، الغناء، الرقص، البوبينغ، فيه كل شيء، بزاف الاشياء، منو السيرك، الكاراتيه، فيه بزاف الاشياء. بالحق حنايا عاملين واحد جوله تما، دايرين جوله ديال السيرك باش عاملين معاهم التنشيط باش كنوصلوا لهم شنو هي هذه الرياضه هذه استاذ. نعم، واش ممكن تقول لنا قدم لنا السميه ديالك؟ اسمي يعقوب زاغو من مدينة طنجة، مواليد 2008، كنقرا في مستوى أولى إعدادي وكنمل رياضة الأكروبات. كيفاش كانت المشاركة ديالكم وكيفاش تفاعل معكم الجمهور ديال العريش اللي هو والمنبع ديال هذه الرياضة في الحقيقة في الجهة ديال الشام؟ كنشكر الجمهور ديال العريش بزاف وهما الخصوصية اللي دعمونا وشكرا. كتكوت الصغير قدم لنا السميه ديالك. سلمى زغو من مدينة طنجة. كيفاش كانت المشاركة ديالك؟ كيفاش كان معك الجمهور معك؟ نعم، كانت رائعة وحنا مسرورين معكم في العريش. وشنو قدمتوا للجمهور ديال العريش؟ قدمنا لهم العرض. العرض دي يعني فنون السيرك. فنون ديال السيرك. نعم. منهم الموسيقيين، منهم رولا جونغلاج، عملنا داك الشيء منوع. حنا معروفين كنعملوا عرض مجموع كامل، حق اليوم قدمنا جوج العروض استاذ، عملنا قسمنا عرض على جوج الاشياء، دخلنا في عرض جونغلاج وفيه شويه الاكروبات، ودخلنا عرض ديال عرض كيقولوا اوروبي، فهمتي؟ ستيل اوروبي، فيه ديك الموسيقيين، فيه ديك التوازن.